بنجدد حياة حضراتكم مرة تانية. والحقيقة فصل الصيف من الفصول اللي بتبقى عمرانة بأنواع كتير جدا من الفواكه والخضروات. كمان في ناس بتحب فصل الصيف لأنه فعلا بيبقى فيه فيتامينز كتير سواء خضار أو فاكهة. طب إيه الخضروات والفواكه اللي بتبقى موجودة بكثرة في فصل الصيف؟ إيه الفوايد أصلا اللي موجودة فيها؟ نكتر من إيه؟ نجيب إيه على طول لينا ولأولادنا في البيت؟ ممكن نقلل من إيه أو نبعد عن إيه؟ لأن أكيد كل حاجة ليها إيجابياتها وليها سلبياتها. هنعرف مع حضراتكم في فقرتنا عن الخضار والفواكه وكمان طرق علاجهم لبعض الأمراض مع ضيفتنا المشرفة دكتورة ميسم قرة محمد طبيبة صيدلانية. أهلا بيكي معنا. أهلا بيكم. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا دكتورة. الحقيقة أنه سبحان الله زي ما أنت كنت ذكرتي في الحلقات اللي فاتت أن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل موسم بفاكهة معينة. أنت بتقولي أنه خلينا دايما نركز على الأكل الصحي اللي موجود الطازة، يعني في الصيف نركز على فواكه وخضار الصيف وفي الشتاء كذلك لأنه بيبقى الفوائد اللي موجودة فيه أعظم وأكبر. لو جينا بقى نتكلم على الصيف والفواكه بتاعته، الصيف مليان بفواكه جميله ولذيذه وجميله. صحيح. بطيخ بقى ومانجا وتين وحاجات كتير ممكن تكون مش موجوده في المواسم التانية المختلفه. خلينا نتكلم على الفوائد بتاعه فاكهه الصيف نفسها عشان احصل منها اكبر قدر من الاستفاده وجسمي يستفيد منها. ايه الفوائد اللي ممكن اخدها من فاكهه الصيف تحديدا؟ نعم، كل خضره وفاكهه الصيف تشترك بمكونات تجمعها جميعا بغناها بالالياف، غناها بالماء، غناها بالفيتامينات، بالمعادن، بمضادات الأكسدة وبالأنزيمات. وبهذا الطقس الحار والجسم أحوج ما يكون لتعويض هذه الأملاح المعدنية التي يخسرها مع التعرق الدائم كل النهار مع ارتفاع درجات الحرارة. فهذه الفواكه وهذه الخضار تعوض هذا النقص الحاصل وتساعد بتخفيض فيها هذه الفلافونات، تساعد بتخفيض درجة حرارة الجسم وتبريده. فلحكمة بالغة الله سبحانه وتعالى جعلها بهذا الفصل لأنه فعلا هي تساعد بتبريده وإنعاش الجسم وترطيبه. الآن الخضار بين يدينا والفاكهة أشكال وألوان. صحيح. مثل ما ذكرتي بالإضافة إلى العنب، الآن العنب والتين حابة ركز كثير على العنب والتين. الآن اكتشف العنب مادة الريزفيراترول موجودة أقراص جاهزة في الصيدلية، مادة قوية جدا مضادة للأكسدة، بوليفينولات مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، موجودة بكل أنواع العنب بكل ألوانه بالأحمر وبالأبيض والأسود، وإن كانت النسبة الأعلى تتركز بالعنب الأحمر والأسود. وأيضا موجودة بكل أقسام هذه الفاكهة. كل حاجات اللي تروح عن اللون البنفسجي والأحمر دائما تلاقي فيها حاجات مضادة عالية جدا للسرطانات. سبحان الله. نعم، وموجودة أيضا تتركز بالقشورة والبذور. نحن دائما نخرج البذر عندما ناكل العنب بالضبط ونقشر القشره من بره، فاحنا كده ما بناخدش الفايده. فالقشور والقشوره وبذوره منها عم تستخلص هي هالماده للريزفيراترول، الماده قويه طبيا تساعد ايضا اكتشفوها بتخفيض الكوليسترول، تساعد لها دور بتخفيض الكوليسترول. فلذلك الان يجب الاستفاده منه بموسمه، اكل العنب بكميات كبيره مثل ما حكينا مع قشوره ومع بذوره. وان كنا ايضا نحن في الشتاء نستهلكه على شكل زبيب، ولكن الآن نكسر منه وهو فريش طازج طري لأنه يكون فيه فيتامين سي. فيتامين سي فقط، فيتامين سي نخسره بعد على التجفيف. فالآن فيتامين سي موجود فيه بكميات عالية وموجود فيه الأنزيمات، موجود فيه هذه الماء والأملاح بكمية عالية. فاستفادة منه. أيضا بدي أحكي عن التين. طب قبل ما نتكلم بقى عن التين وعن القرع والقرع ومشتقاته كمان بكل اللي حواليه، احنا معانا تقرير دكتورة ميسم بيتكلم عن فواكه وخضار فصل الصيف، يا ترى بيعالجوا ايه من الامراض ويا ترى نكتر من ايه؟ نشوفوا معاكي مع كل مشاهدينا التقرير ونرجع نواصل حديثنا. هناك فوائد عديدة للفاكهة الموسمية في الصيف، ومن اهم هذه الفوائد: تقلل الفاكهة الصيفية خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فاكهة الصيف في مكافحة الالتهابات. تقوي جهاز المناعة وتنظم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم. تساهم فاكهة فصل الصيف في الحفاظ على صحة الكبد والكلى، كما تعمل العناصر الغذائية الموجودة فيها على طرد السموم من الجسم. تساعد فاكهة الصيف على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. تمنح الفاكهة الصيفية الجسم الطاقة والحيوية اللازمة في فصل الصيف.
طيب التقرير ذكر معانا ان الفواكه الموجودة في فصل الصيف بتمد الجسم بالحيوية، حتى كمان الخضار اللي بيبقى موجود في فصل الصيف. خلينا نتكلم بقى عن يعني حاجة ما بيخلاش منها لا البيت المصري ولا البيت العربي بصراحة، وهي الملوخية والبامية. الله الله طشة الملوخية الله وما أحلاها، والبامية وما أحلاها. فالحقيقة خلينا نتكلم عنهم وهم موجودين بكثرة في فصل الصيف، إيه الفوائد اللي فيهم وليه نكتر منهم في فصل الصيف الاستفادة منهم؟ الحقيقة البامية هي خضرة قوية جدا وهي مفيدة جدا جدا. البامية بإضافة إنه البامية يعني تفرد عن بقية أنواع الخضروات أنها تحوي على هذه المادة الهلامية المسيلاج، نحن من إلا المسيلاج هالهلام النباتي اللعاب النباتي، هي مادة مضمدة لجهاز الهضم لتقرح جهاز الهضم وتكنس الأمعاء من الداخل. البامية هالمادة الهلامية اللي فيها، المادة الهلامية اللعابية. بالإضافة لغناها البامية النهاردة يا تسنيم تفضلوا معنا على الغداء. والله يا عمي تفضل ألف أنا بشوف مطرح ما يسنين. بالإضافة لغناها بألياف من نوعية عالية تغذي البكتيريا الصديقة الموجودة بالأمعاء، فالبامية هي قيمة غذائية عالية. ونحن بلدان البامية وبلدان الملوخية أيضا فيها المادة الهلامية. قولي لي بقى على الملوخية، واللي عارفة أنت اللي بيقول العرق العرق بتاع الملوخيه اللي بيبقى طالع نازل ده، هي الماده، هي الماده الهلاميه كنت عم بحكي عنها. الماده الهلاميه يا جماعه ركزوا مع عرق الملوخيه اللي بيفصل مع واحده فيكم، بيفصل ازاي؟ بيفصلش هي قليله بالطبيعه. الملوخيه الشوام الفلسطينيين بس اللي بتبقى نفس طريقتنا. اي نعم اكلوها ورق. نعم نعم نحن ورق على حاله صحيح. فهي فأتى بها أيضا بها المادة الهلامية الموجودة، حكينا الموجودة في قليل من بالطبيعة ما توجد هذه المادة الهلامية. إذا بتلاحظي بكل الخضر بكل الفواكه بكم نوع فقط موجودة هالمادة الهلامية، وهي مفيدة جدا لجهاز الهضم. وأيضا فيها هذه الألياف اللي تساعد على تنشيط جهاز الهضم. بدي كمان في من الآن من القرعيات، أيضا القرعيات بدي بصحح المفهوم اللي كان بقي لسنوات طويلة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين سيدنا يونس عندما خرج أنجاه الله من بطن الحوت، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. كان يظن يفسروها أنه اليقطين هو اليقطين الكبير القرع الأحمر عندنا، لا أيوة بمصر القرع الأحمر هو، لا شجرة يعني كيف تموت على الشجرة؟ هو القرع الأخضر الطويل، وإلا هذه القرع المدورة الكبيرة وزنها 5 و10 وأحياناً 15 كيلو، مستحيل هذه توجد على الشجرة. هذه الآية ترجع إلى اليقطين الأخضر الطويل، حتى نحن نصنعه أيام على شكل يعني محشي. يعني احنا بنقول عليه القتة، يعني اللي أنا دورت عليه القرع الأخضر الطويل ده لقيته طلع لي القتة. القتة تشبه الخيار شيء آخر، تطبخ هي نوع من أنواع الخضروات القرع الأخضر، ووجدوا فيها فوائد عجيبة جدا. فيها ألياف أيضا تحوي مادة الأنولين، هي المادة المغذية الأولى للبكتيريا الصديقة الموجودة بالأمعاء. الآن بالاكتشافات الحديثة عن البروبيوتيك، هي هذه الفلورا المعوية إذا كانت بخير الجسم كله بخير. بتشريح الآن جثث الذين توفون بالكورونا وجدوا أنه عندهم نسبة بكتيريا الصديقة البروبيوتيك منخفضة جدا بالكولون، فلها دور لها ادوار حيويه كبيره جدا. لسه مش واصلين هي ايه يعني، انا عملت سيرش بالاسمين طلع لي كوسه او القته. نعم هي تشبه الكوسه، يعني هي لكوسه وهي ومش قته. نعم هي تشبه، هي فصيله القرعيات من نفس الفصيله من نفس الفصيله. هي فعلا موجوده هنا لكن موجوده في مصر، موجوده ببلاد الشام، موجوده يعني بسوريا، موجوده هون بتركيا. موجوده. طيب خلينا ندخل بقى على البطن. سيبنا من القرعيات دي احنا اختلف الفقهاء فيها. نعتبرها ممكن نقول تغني عنها الكوسه؟ لا تغني عنها، نفس الفصيله تتبع على نفس الفصيله، ولا لا تغني عنها كل شيء. فالقته تغني القته تمشي القته مع الخضروات. نحن لا نطبخ القته والخيار والبندوره الان ايضا يجب استهلاكهم بقوه. نفض الشكل ده كله على بعضه ونروح للطماطم. خلينا نروح على الطماطم. نروح على البندوره الان، فصل البندوره الحمراء والبطيخ والحاجات الحمراء الان فصله، خصوصا بقى البطيخ. نعم انه طبعا بيستهلك في الصيف بكميات عاليه في بيوت كتيرة. ما احنا النهاردة بتعش البطيخ، احنا هنتغدى جبنة وبطيخ، فالبطيخ بالنسبة لهم اساسي جدا. كلميني على الفوائد الموجودة في البطيخ وفي الطماطم بما انهم من الحاجات اللي موجودة في الموسم، وايه الفوائد اللي بناخدها منهم؟ نعم احنا عندنا عادة كتير جميلة على الفطور بالصيف، احيانا خبز وبطيخ
خبز وعناب، خبز وتين، دائما اشراك الفواكه. الفواكه يجب ان تؤخذ لوحدها، لا تؤخذ مع الاكل، ودائما بدها تكون معزوله عن قبل وما بعد الاكل. لكن الشيء اللي جانس معها الوحيد هو الخبز، ولا سيما ان كان بخبز معد بحط بطريقه صحيه من النخاله الكامله، والخبز البلدي، خبز العيش المصنوع بالبيت ممكن تجانس معه كثير فطور جميل مع التين ومع البطيخ. البطيخ يعني ناخده مع الفطار ولا انا كده فهمت انك بتقولي ما ناخدش الفواكه مع الفطار؟ لا، الفواكه اشراكه مع الخبز تتجانس مع الخبز، واما الفواكه اذا اردنا استهلاكها دائما تسلك لي وحده على معده فارغه صباحا قبل الغداء مثلا بساعه، بعد الغداء بثلاث اربع ساعات، دائما تكون معده فاضيه. الفواكه تؤخذ لوحدها ولا تشرك مع انواع اخرى. خذي اكل وبعد نصف ساعه عندنا عاده خصوصا اذا عندنا ضيوف بدنا نلحق الحلو، بدنا نجيب الفاكهه، تعمل تخمرات إذا أخذت بعد الأكل مباشرة والمعدة والجهاز هضم مليء. حتى القرآن لما جاء تحدث قالوا فاكهة واحدة مما يتخيرون، لحم طير مما يشتهون. دائما الفاكهة لا تشرك مع الطعام لحال، لكن مع الخبز تتجانس على الفطور، مثلا خبز مع تين، خبز مع بطيخ. البطيخ حاوي على الليكوبين، هالمادة الحمراء، الصبغة الحمراء، أيضا مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان. أيضا الخبز كمان عادي جميل، خبز مع التين. التين الآن موجود ويجب استهلاكه. مش بناكله خبز مع التين. نحن والله بناكله بطيخ وجبنة، مع التين. نعم، ويحوي على الألياف بكمية عالية جدا، وألياف من النوعية القوية والجيدة، لا يمكن أن يكون إمساك مع الذين يتناولون التين. الآن التين فرصة ذهبية، الآن موجود بالصيف، يجب إكسار أكله. العادي اللي هو التين الفيلم الأصفر والنهدي والأسود، كله أنواع مفيدة، ولا يمكن أن يكون إمساك، لأنه يحوي على كمية عالية من الألياف، ويحوي على كمية عالية من الأملاح المعدنية مع الماء. إذا اجتمعت هذه العوامل مع بعضها مستحيل أن يكون إمساك. ولو الآن وما أكثر ما نشاهد الآن إمساك ينتشر في زماننا المعاصر. الأطفال كمان إحنا بنشوف دلوقتي عندهم مشاكل كتير جدا في موضوع عملية الإخراج. طب أنت قلتي فوائد كتير للتين، وبعض الفوائد لبعض الفواكه الأخرى اللي موجودة في فصل الصيف، ولكن الفواكه في فصل الصيف بشكل عام إحنا بنسمع عنها أنها بتعمل سيولة في الدم، فهنا نتكلم عن النقطة دي، هل هي صحيحة ولا لا؟ ونشوف الفوائد بعد كده الخاصة بقى بالضغط، السكر، سيولة الدم وغيرها. صحيح، كل النظام النباتي بشكل عام، كل الخضر والفواكه تساعد على تنميع الدم وبشكل طبيعي، لأنها حاوية على البوتاسيوم، على عكس الدسم المشبع، وعلى عكس الكوليسترول والشحوم واللحوم الحمراء والدجاج، تسخن الدم. بينما النظام النباتي كل الخضر وكل الفواكه جيدة للنظام الدموي، وأيضا تساعد على ارتخاء الأوعية الدموية، تطلق مادة نحن نقول النيتروك أوكسايد، نفس الآلية تعمل فيها بعض أنواع الخافضات الضغط، تساعد على توسيع الأوعية بشكل طبيعي. أيضا الألياف الموجودة في الخضر والفواكه جيدة جدا لخفض الكوليسترول ولمرضى القلب، لأنها تساعد بارتباط هذا ترتبط هذه الألياف الموجودة في الخضر والفواكه مع الحموض الصفراوية الموجودة بالأمعاء التي يفرزها الكبد لهضم الدسم، فترتبط معه وتخرجها خارج الجسم مع الفضلات، فيضطر الكبد لإفراز حموض صفراء جديدة من الكوليسترول مخزن بداخله، وبالتالي ينقص تركيزه بالدم. فالنظام النباتي هو صديق مرضى القلب ومرضى الضغط وارتفاع الكوليسترول ومشاكل اللي عنده المشاكل الشرايين وارتفاع، هم صديق له، هو والأسماك والبقوليات من مصدر نباتي. عندها مثلا صنع طبخة مثلا الأم بامية مع اللحمة، يعني أي شيء إذا كان نفرض الأب معه ارتفاع كوليسترول مشاكل القلب، لا، هو تطبخ له البامية مع البندورة مع التوابل مع الثوم مع زيت الزيتون، بس بدون لحمة له، لأنه هذا نصف العلاج. يعني العلاج يكون كل متكامل، النظام الغذائي له دور والدواء له دور. أنا أخذ المساء حريص على حبط الضغط ولا خافت كل سنة المساء، وأنا في أكل شحوم ولحوم أثناء النهار، أنا أعاكس عمل الدواء. العلاج هو كل متكامل، تغيير نمط العيش له دور والدواء له دور والتغذية لها دور، الحركة والمشي اليومية والبعد عن السترس، كل هاي العوامل، كل هذا حتى يأتي العلاج أكله ويأتي الدواء الغاية المرجو منها. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يكثر من الخيرات على الجميع، ويجعل الصيف وفصوله وفاكهته فيها الخير على الكل. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة ميسم قرى محمد، طبيبة صيدلانية، شكرا جزيلا لوجودك. شكرا. والحقيقة فعلا يعني حلو جدا الإنسان يمشي بالتوازن ويشبع من الطبيعة اللي حواليه ومن الخيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله، ولكن ناخد بالنا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب، ربنا يجعل حياتكم عامرة بالصحة والعافية. طبعا.